احنا هنتواصل بالتأكيد من خلال فقراتنا اللي بتجمعنا بيكم كل مساء عبر هذه الظلال الوريفة، وحنمشي مباشرة لواحدة من البوادي الحاضرة السودانية الجميلة المتميزة. جبر الشيخ أنجبت أحد الشعراء الشباب الذين كتبوا وتحدثوا بجمال تلك المناطق السودانية اللي هي دائما بتدعم سكان المنطقة، اللي بيكون فيها دائما حراك مختلف من خلال الرعي، من خلال الزراعة، ومن خلال أيضا التعدين. ونحن دائما في التعدين عندنا وقفات، لأنه عندنا كثير من الشباب ممكن يكونوا راحوا وراء التعدين، وفي كثير منهم بيقوا ما شاء الله يعني ذهابة وعندهم كسب مادي كبير جدا. سعيدة جدا أن ألتقي اليوم مشاهدينا الكرام بالشاعر الشاب محمد أحمد أبو الحسن والكردافة. أنا بحييهم تحية خاصة عبرك وعبر هذا المساء. مساء الخير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي المتبع وبعد. يسعدنا أن نكون في هذه الإطلالة الجميلة عبر قناة الشروق وعبر برنامج زلال الأصيل. إن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم ونقدم مادة تسري وتفيد الجمهور إن شاء الله. وإحنا في هذا السودان الكبير المترابي الأطراف دائما لنختلف في تفاصيل مختلفة، ولكن حبنا للسودان بيجمعنا، وأي شاعر دائما عنده أولوية في الكتابة للوطن. هنسمع قصيدة جميلة نعبر فيها عن حبنا للسودان. بالتأكيد الوطن وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. الوطن في حدقات العيون، ممكن نقول شبت عن الطوق الأمان وعانقت سقف القصيد، أيام تصافح بامتنان تكسر حواجز من حديد، تشرق شموس أمل النفوس والبهجة تضحك في الوريد، نعلم من قيمة التسامح والوئام حاضر مجيد، الليل ذهب والصبح جاض والنفق ظاهر شديد، فرهد اليسر المهيب والجنة فتحت عيد سعيد، نكتب حروف غدا غريب في رحلة الفجر الجديد، نستلهم الماضي العبر نكسب عصارات التليد، ونستلهم الماضي العبر نكسب عصارات التليد، بفاتحة خير زي ما يقولوا ويمتد العطاء بإذن الله. إن شاء الله يكون فاتحة خير عليك وعلى كل السودانيين وعلى أهلنا في جبر الشيخ. وأنا دائرة أتعرف على هذه المنطقة الجميلة في شمال كردفان عبر الأشعار وعبر وجودك معنا، ونتحدث عن الحياة في جبر الشيخ. بالتأكيد جبرة الشيخ منطقة من محليات ولاية شمال كردفان، محلية لها ثقافتها ولها تقاليدها ولها مجتمعها الراسخ. المحلية بتتكون من 4 وحدات إدارية: إدارية مندرابة، إدارية حمرة الويز، إدارية كجمر، وإدارية جبرة الشيخ. منطقة غنية بثقافات متعددة، يمكن أغلب مجتمعها مجتمع رعوي، كذلك القليل من يمارس الزراعة التقليدية والزراعة المطرية، بالإضافة لنشاط آخر اللي هو النشاط بتاع التعدين وغيره. جبرة الشيخ يمكن أغلب توجه شعرائها ناحية شعر الدوبيت. يا سلام. يعني المفردة البدوية وتداوله في الإعلام وغيره، يمكن معروفين للكثيرين الشاعر عبد الله إدريس من أبناء المنطقة ومن أبناء المحلية، وشعراء كثر يمكن المساحة ما بت لو قلنا نعيدهم. يعني تحية كل الشعراء اللي بيكتبوا بالدوبيت وغير الدوبيت. والشاعر أنا بفتكر إنه هو في كل مرحلة من عمره عنده طريقة ونسق معين بيكتب بيه بيعزز بيه، إذا كان شعر يكون في الغزل، إذا كان دوبيت، إذا كان مربعات وغيره من الأشعار. لكن شمال كردفان هي واحدة من المدن والحواضر الجميلة جدا واللي بتدفع الزول للكتابة، ودائما إحنا نقول لك الشاعر ده ابن البيئة دي. أنا داري أشوف تأثير المنطقة دي على كتاباتك. فعلا المنطقة لها تأثير كبير في كتاباته شعراء. يمكن شخصيا بديت الكتابة في فترة متأخرة بعد التحول من المجتمع البدوي أو المجتمع الريفي إلى المجتمع المديني. كنت بتزرع ولا كنت بترعى؟ والله يمكن الأسرة ما بين رعوية إلى زراعية، يعني ولد هابي يعني ما بين زراعية ولا رعوية. لك التحية. طيب أنت كتبت شنو في جبرة الشيخ؟
يمكن جبرة الشيخ فيها بعض الحاجات الجميلة أخذناها بنطاق الدوبيت. يا سلام. ويمكن في بعض بعض الحسنوات في جبرة، ولهن زي ما يقولوا قيمة راسخة في الوجدان. كتبت: ماني مهووس نسون ولاني زولا لايع، ولاني الفنمين فارس منبر وفايع، عيلة دهدها اللب الصعب مو طايع، كل ما تهب بشرف تلقى فيه بدايع، آلام ليمة بالشوق والشرف متكرزن، سرجت نار بضحك وبضمير طرزن، كات موجعة بأمل اللغة المتعرزن، عيلة حوالي بطرف النمين بنفرزن، بله روحي بشوق مدفن وجاتم، وقابض لي في هرف ومواجع لاتم، اللبوات فايتين في كرمهن حاتم، هل صبري بوضع الحروب الغاتم، تابع قلبي ليدر بالألم خاترتو، ولهدم شوقي للبحر المحيط زقلتو، شح يقيني بكثر الصبر فترتو، وعقبان عادت الوحى الوجع سامرتو، ثانية أنين والروح بنت طق وتكر، وقاتس حجري بين بحر الوجع والمر، يا جامع الخصال بادية ورهاف تمدر، حال الليل للعدو الصليح ما تسر، جدي ينشق ليه ومن دراب بتلفت، دهج الروح ومضمون العظام انتفت، علي الحاج بها ليه وتفرغ يوم ما رفت، حارس حرس لا بنغش ولا بتزفت، حان الروح تقزي وبالوجع مع أبوك، وناحي الجسم بالآهات قرب مدروكة، صلب روحي للهاوي المنيع شروكة، وصبحت حالي بحال اللظى المركوكة، خنق قمري بصحراء والسماي مفنق، وورد قلبي بين جمر الصنوبر وشنق، خايد حربي بليلي ونهار انزنق، صدت خيلي بسمح الوصف ما رنق، ياسي السندريلا المتهشة وبراغة، ما أسوى الأيام لعنكم فراغة، تنداح الحروف لي حضرتك مشتاقة، وفتحت ليك أبواب المحبة رواغة، وصف البيل هوي الشان الخطر شقاق، عفيفي ونزل أقصد هبر بنطقاق، ديف ومات حقيبي البس سمير نقاق، منك ومن غيابك روحي في الطقاق، يا ست الهوى الناس بالغرام بتعيب، ونحن بحرن موجا في العقول بتغيب، كما قال السلف قولا مريب ومريب، مرضان جوا لكن في الظواهر طيب، قلبي ساق عليه طيف الهوى الرنان، ما بعرف مصالح بس بحب إنسان، وصف الديس ساب لغامة كلبان، جيد ضمير ولاد وكاحل النعسان، جيد ضمير ولاد وكاحل النعسان. يا سلام يا سلام لك التحية والتقدير. وفي ملاحظة يعني إنه شعر الدوبيت هو الأكثر يعني رواجا وعنده جمهور كبير جدا، وأكثر الناس بتحب الدوبيت، سر الانتشار ده شنو؟ فعلا يمكن طبيعة المجتمع السوداني الغالبية رعوية، البادية الغربية والبادية الشرقية، بعد ذاك الحواضر النهرية والحواضر النيلية على امتداد النيل، يمكن لها لونيتها في الشعر الغنائي والشعر النصوص والشعر الحر وغيره، لكن أغلب مناطق السودان مناطق يعني مفتوحة، مناطق رعوية، وده الشكل اللي تميز به الأدب في عند الرعاة خصوصا وعند المجتمعات الريفية عموما. يا سلام. يعني تحدثت هسي في كلامك عن يعني الشعر الحر والنصوص والدوبيت، كيف الشاعر ممكن يقدر يجمع بين كل هذه النماذج المختلفة من الأشعار؟ بالتأكيد يعني التحول في شخصية الشاعر والمعايشة للمجتمع المعني شخصيا في يمكن حياتنا في البادية أو في الريف، يمكن عبرها اكتسبنا معرفة شعر الدوبيت بصورة كبيرة، بعد ذاك انتقالنا للمدينة أخذ لونية مختلفة وأخذ شكلية شعرية مختلفة، وكما أسلفت إنه التحول في المجتمع المديني في إطار معين بيخلق نوعية جديدة من الشعر يعني، وفي مساحات يعني الشاعر ممكن يكتب كم نوع بالضبط كده. طيب وين الغزل في أشعار يعني أحمد أبو الحسن؟ ممكن نبدأ بنص اللي هو بيعبر عن التحول في شخصية الشاعر من مجتمع بدوي أو مجتمع ريفي لمجتمع مديني. قد حان وقتا للفراغ نداعبه،
بالريشة والغرطاس ناصع في الحقيقة نشاغبه قد كان حافل من زمان لكنه ما كان في ائتمان ندلف إلى داخل عيوني كنستكين في الوادي أول بان جديدة وحيث ما كان القصيد في أنف باين كبرياء وحقيقة النسل المنسل والشفاء هل كنت معتل الفؤاد ندرك إجابتي ونجحدا وشوش علي قطر الندى والله ما كان في افتعال لا حتى من طرف اشتعال قد كان غايب في غياهب بعض من حاجز بنيت يلا يا ريت احتفيت ترنم غالي غادي وجاه باين في اعتدال برضو العنقش رأبت للتمعن في الجمال كنا شيئا لم يكن كان كائن ما يكون قبل منطلق الحديث جاء موضع امتثال ثم استعصى احتمال يلا يا أخي ليت يبلغ قل نرجوك احتويه جسد نحيل اكتوى بالشوق غرد في الهوى بالغ الشوق في المعدل صار هاجس وانحنى كالريح تعبس بالفنا شايل عذاب بلاطنا راجي لكلمة مدندنا يا ملهم وسكنك بعيد الشوق بالشرف اصطفيته ويلا نقيته وهديته وبكتب الحب التليد غزيته من حرف الوريد بغر السلام البان جديد سيال وزول الفريد كوني نكتب وغت يصل زر من واحد لمية غت سبغ يا ليت يبلغ والحكايات سرمدية غاب ردك ولم يعد هل كنت تدرك يا أخي فالنار مستصغر شرر سحر العيون الناعسات خلج الضماير واستمخ لم يكتشف من حيث فخ طبع الحياة فسحة أمل والزرع باسغ واستوى لا يمكن انتظر الهوى من كان حالم بالبريق بلقاه في نص الطريق قد فات مرحلة اليوى هضمت حقوق العاشقين نرفعها رب العالمين نطرق على الباب القبيل قصة وحزافير يانعة من حيث تشبيه للزهور القصة في بواب مشرعة يقفز على ذات النغيد حاجز هلامي ورغم بدد ناصعة طيف الحبيب يتوارى عن بلدك ويدي يصهر على شفق الغروب صورة غناديل فارعة نكتب نسور في حروفنا ونندهش يتسلل إحساس البدو أقصد حنين نوقنا الهناك تتبلور اشتات الخيال صورة حنين مدعي شوك خرت الرسن في الماضي حاضر ومستقيم واقف عليه شاطئ الأمل لا ندري ما يكتب غدا غط غالي سخرية ابتسم غشاك ورنيش ابتهج فالرد ما هذا النهج القصة أكبر من ظنون وغمة إشكال الفنون وهي الهوية الراسخة من غلى زافيته وضهل ما عاش في حيز اللهل ما مر بدرب الجهل أعفيني من ضنك السؤال وادخل حكاية الابتهال عالم تراتيب مدهشة يا ربي ندعوك تستجيب أنت الغريب أنت المجيب أنت الغريب أنت المجيب يا سلام يا سلام كلام جميل ومختلف ويعني الأشعار المختلفة سواء كانت كتابة نصوص أو نصوص حرة أو دوبين ولكن دائما الملاذ بيكون في المسادير خصوصا المسادير البادية عندك شنو من المسادير وكيف يمكن تدعم الشاعر في بداياته الشعرية؟ فن المسادير فن متعدد وبكون شكلي بانوراما للأحداث يعني الحدث المعين وكده في خصوصا في فن الدوبيت يعني يمكن نيابة عن بوادي الغر واسم الكاف حييكم جميع أهل المدن ورياف تحية خالية من ريبة وكلاما جاف سلاما شافي لعقد الضمير وخلاف حييكم جميع نسوة وشباب وأكابر تحية شاملة بكل اللغات للخابر سلاما به نتوحد نعيش جوابر نطوي ظلمة الأزمان نفك السابر منه من دراب القوم في الفجري فوق الليد وفي قطع الفجاج محري أصحاب حر من نسل البشار شرقي تارك الديس وهضلم زي نعام محدي نفيس الغول والحكم العقول الرشيدة علوم الشرع والتغى بكتابنا مجيدة الزوق والأدب فنية زامل السيدة يتبدل العوام في غولها وترديدة اتقي الله في العام والخواص الندرة الإسلام ثلاث واجبات واثنين قدرة الإيمان ضماير والنباتات خضرة والإحسان منازل بالمعالم تدرى يا سلام
الإنسان نطفة علقة ثم مضغة يسوس إذا التغوى في خير المكان يبوى الزول الصدوق باب الفضيلة يحوى أما المريض آخر العلاج يكوى سوى السمح ما تتهرط وما تبارد تجكسن بالكريم تتبرط الأيام تحاسب كل زول انفرط والما بينقبض بين اليدين بتخرط سوى السمح ما تتبوم أوعى الفارغ تبراها وتروح تتزوم ما تشيل القباحة ولين قريب تشوم وما تدرع الشيل ورب تتلوم دروب الدين تستوجب لجهد ضافر أبذل جهد جاهد كالمجاهد عافر كرامة نعيما خير يجيك من الطافر وانضغط عليك هذه البلاد فسافر. ما شاء الله. يعني هذه المجموعة من الأشعار وهذه الكتابات لابد من إنها ترنم وتكون يعني الناس تسمع يعني ده كلام جميل وده شعر جميل جدا وفيه نماذج مختلفة يعني أنت في كل مرة بتديني لغة مختلفة وطريقة مختلفة أداء مختلف ومكان للشعر مختلف. المشاركات عبر المنتديات مثلا أو المشاركات في المسابقات العالمية وغيرها دائما بتأتي من خلال الظهور إنك تظهر شعرك تقدم للمتلقي. خلينا نتكلم عن الظهور في المنتديات الثقافية أضافت لك شنو؟ فعلا المنتديات والمجموعات الثقافية لها دور كبير جدا في إبراز الموهبة الشعرية أو غير الشعرية بالنسبة لمعظم الشباب الناشي أو المبتدئ في هذه المجالات. في مجتمعنا البدوي من أول الغربي منعدم المنتديات وبصورة كبيرة يعني ما في نشاطات ثقافية بصورة جيدة لكن لما تحولنا للمدينة يمكن لقينا مساحات كويسة عبر العديد من المنتديات ويمكن عبرها وصلنا لبعض الناس اللي قبل كده ما وصلنا لهم في منتدى حسن الزبير مركز سيوة ومدرمان والتحية من هنا للأستاذ يوسف عبد الرضي يمكن كان معاكم ضيف في حلقة سابقة ومنتدى السلاساء بيت الشعر الخرطوم منتدى مهتم بالشعر الفصيح وغيره والمنتديات كثيرة والمجموعات الثقافية كثيرة مجموعة رزادة الثقافية مجموعة شروق الثقافية ده في الإطار يعني الجامعة وغيره والمنتدى يعني بيبرز موهبة الشاعر أو غيره بيساعده في أنه يصل لمساحات كويسة جمهور جديد فضاءات ما اطرقت قبل كده برسل من هنا رسالة لمعظم أصحاب المواهب أنه ينضموا للمنتديات ويسهروا عبر الإعلام تعددت وسائل الإعلام يمكن وساهمت في أنه الناس تنتشر بصورة جيدة جدا وما في خوف على الأدب عموما في هذا العصر يعني. طيب أنا يعني في ختام الفقرة سعيدة جدا بوجودك معانا وتعرفنا عليك أكثر وإنت من واحدة من البوادي الجميلة جدا في شمال كردفان. شزرات ديوان تحت الطبع بالتأكيد بيحمل الكثير من القصائد والكثير من المعاني المختلفة اللي بتشكل إذا كان شخصيتك أو شخصية المنطقة اللي أنت بتكون فيها أو عموما الأماكن اللي أنت زرتها وقاعدة في المخيلة بتاعتك. جا من وين الاسم ده شزرات؟ يمكن اسم مختلف شوية. شزرات أصلا ممكن من اهتمامنا باللغة العربية في متني اسمه شزور الذهب في معرفة كلام العرب من بعد متون اللغة العربية أخذت الاسم من كده فعداك جاءت توالت القصائد في شكل يمكن الديوان فيه عدد من القصائد عموما هي كلها قصائد أو نصوص يعني ما فيها شعر دوبيت أجلنا شعر دوبيت لديوان آخر إن شاء الله يرى النور في مساحة ثانية يمكن نديكم حاجة من نختم بها إن شاء الله نختم بها هرع الأمان رحل فضلت بسالي الشوب أمل العريض عايش طريق حطت رحال المنزوي أقصد غلبنا المكتوي بين حين وحين من فيض حبا غت نهل ثم الحدث صنع الحدث من شكله بيشبه ليل مها في طلة من حلل البها ساقني الغدر والشوف لها أيمن دقال قلبك سهر
بعد ابتسامة ونهنها أنا قالوا سدرة منتهى. محمود ده قال دي الجهجهة، رديت له نظرة وقهقها. داق جاد وقطع الشك حلف، ما ضر إنسان ما سلف، ما دام يا صاحبي الأسف. إت البظن على صواب، عايش في عوري بلا حسف، لكنه عاش على السراب قصدي الرهاب. من راجي رد للجواب، ما بعرف اسلوب العتاب، أصل المدسدس بالخراب. أسمع أنين المستكين وأقراه في الوقت السمين، خذ منه جزوة نار وعي، ما تمشي في خط النعي وما تمشي في خط النعي. يمكن دي قصيدة من ديوان بعنوان أنين المستكين. يا سلام. من هنا برسل التحايا للعديد من الأصدقاء والملهمات. يا سلام. لهنا التحية. برسل التحايا خصوصا للأخ خالد عز الدين في بحر أبيض، شخصية لها مؤول ولها وجود في حياتنا، وزول ما شاء الله رسام وله موهبة صاعدة. بنحاول عبر التحية دي نرسل له رسالة دفع معنوي إنه يجود شغله ويمشي لقدام إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضورك معنا، وشكرا لهذه القصائد الجميلة. الشاعر الشاب محمد أحمد أبو الحسن، سعيدين بوجودك معنا وبهذه الإطلالة، نتمنى لك دائما توفيق.